منتخب السرالي طويلة نص الملعب ديوك بيا كرة بالطول أقرب إلى بيول لكن مطالبة بوجود خطأ مطالبة بوجود خطأ وكرت الأحمر على رهيت كرت أحمر كرت أحمر على رهيت ومدرب نيبال عبد الله الشلاحي لكن واضح أن حكم اللقاء خذ الإشارة أو خذ تنبيه من المساعد الأول لأنه هو الأقرب بالنظر بالإعاقة الإعاقة كانت مؤثرة بتوازن بويول الإخلال إذن بالتحرك شوف اللمسة الأولى كانت هي مؤثرة بتوازن بويول مهاجم منتخب استراليا لذلك اعطى